أما الآن جاء موعدنا مشاهدينا مع فقرة الصحافة اللي استعرض من خلالها من الأخبار المحلية مع زميل غدير المعيني. صباحك خير يا غدير. صباح خير أخوي إسماعيل، صباح على السادة المشاهدين. نبدأ جولتنا الصحفية الصباحية لهذا اليوم ونركز على أبرز عناوين صحيفة الخليج لإمارتنا الباسمة ودولتنا الحبيبة. نبدأ بخبرنا الأول بعنوان تنفيذي الشارقة يطلع على أنشطة الإنماء السياحي، وفيه ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. بحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة والتي تعني بمختلف القطاعات الحيوية، واتخذ حيالها المجلس القرارات التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات وتنظيم آليات العمل الحكومي واستمرار المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق الإمارة. واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع عبرانها بين دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين في العديد من المجالات المشتركة مثل الدعم الفني والتسويقي والدراسات وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات المتعلقة بدعم مشروعات رواد الأعمال. كما اعتمد المجلس مقترح استراحة الشاحنات الواقع على امتداد طريق الذيد بمنطقة البطائح، والذي سيوفر مجموعة من الخدمات والمرافق لسائقي الشاحنات مثل الوقود والمحال التجارية وبعض خدمات الصيانة ومسجد وغيرها من المرافق. واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي لعام 2020، وتضمن التقرير جهود وأنشطة الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها لتنشيط المنتج السياحي وتعزيز التجربة السياحية في إمارة الشارقة. وتناول التقرير أداء قطاع الضيافة في عدد من المؤشرات السياحية الرئيسية مثل معدل الإشغال وأعداد النزلاء وإجمالي الدخل وغيرها من المؤشرات التي أوضحت المرونة الكبيرة لقطاع السياحة في إمارة الشارقة خلال جائحة كوفيد-19 بفضل المبادرات والمحفزات الحكومية والخطط الاستباقية التي ساهمت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية وثقة الزوار بالتجربة السياحية في الشارقة. كما شمل التقرير دور الدائرة في الترويج الداخلي والخارجي من خلال جملة من البرامج والأنشطة التي شملت المؤتمرات والمنتديات والجولات والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تطوير معايير الجودة في قطاع الضيافة. وخبرنا الثاني، لجنة في الاستشاري تبحث مناقشة سياسة الموارد، وفيه اجتمعت لجنة المرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في حضور عدد من أعضاء وعضوات المجلس من الذين تقدموا بطلب لمناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وبحثوا وضع أهم المحاور لمناقشة الدائرة. ترأست الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس حنان راشد الجروان نائب رئيس مجلس، وذلك في حضور علي ميحد السويدي رئيس المجلس وعبيد القابض الطنيجي مقرر لجنة المرافق العامة وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري والأمانة العامة بالمجلس. وتناقشت اللجنة في كافة اختصاصات وأعمال الدائرة ومهامها. وعرض عبيد القابض الطنيجي نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة مؤخرا إلى الدائرة، والتقت الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس الدائرة ومعاونيه من كبار الموظفين، وتطرق إلى الموضوعات التي تمت مناقشتها وتعرف على أهم سياسات الدائرة وبرامجها في كافة المجالات ومن أهمها التوظيف والتدريب والتأهيل لمختلف المستويات. وجرى التطرق إلى ما تهدف إليه دائرة الموارد البشرية من آليات في تطوير الموارد البشرية بإمارة الشارقة. وخبرنا الثالث بعنوان ولي عهد الشارقة يشيد بالعنبري.
استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس الثلاثاء المدرب عبد العزيز العنبري، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي بذلها عبد العزيز العنبري طوال فترة تسلمه مهام تدريب الفريق الأول لنادي الشارقة، والتي ساهم خلالها في تطور مستوى الفريق والحصول على بطولة الدوري وكأس السوبر والمنافسة في مختلف المسابقات. وأثنى سموه على التعامل المميز للعنبري مع مختلف الأوضاع والأطراف الرياضية طوال مسيرته كلاعب أو مدرب، مؤكدا سموه المحافظة على الكفاءات الرياضية الوطنية ودعمها بما يرفع مستوياتها الإدارية والفنية. من جانبه ثمن عبد العزيز العنبري الرعاية الكبيرة والدعم المستمر الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الأمر الذي ساهم في زرع الثقة وتطور المستوى الإداري والفني. وتمنى العنبري للفريق التأهل والتوفيق في المرحلة القادمة لتحقيق التطلعات ونيل البطولات داعيا جمهوره للوقوف بجانب الملك. خبرنا الثالث بعنوان حور القاسمي، أعمال تروي قصصا عن حقائق العالم. تنظم مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع غاليري بونيه كونستال في ستوكهولم ومتحف بونيفيات في ماستريخت هولندا أول معرض استقصائي للفنان هريرا سيركيس بعنوان الوجه الآخر للصمت، وذلك في الفترة بين 30 أكتوبر تشرين الأول 2021 و 30 يناير كانون الثاني 2022 في المباني الفنية في ساحة المريجة. يقيم هذا المعرض الدكتور عمر خليف مدير المقتنيات مقيم أول في مؤسسة الشارقة للفنون والدكتور ثيودور ريغنبورغ المدير الفني في غاليري بونيه وستينج هوشتين المدير الفني في بونيفيت، حيث سيعرض أولا في مؤسسة الشارقة للفنون لينتقل بعد إذن إلى غاليري بونيه ثم إلى بونيفتان. وصلنا مشاهدينا إلى ختام جولتنا الصحفية الأخبارية، وهذه عودة إلى الزميل إسماعيل شبالي. شكرا لك، يعطيك العافية غدير، ما قصرت، الله يقويك. حلو الخبر مال العنبري ترى. إيه. تتوقع بدرب المنتخب ولا؟ بإذن الله، نحن يعني متقبلين فيه خير. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.